نجاح زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر بدأ واضحا بنظرة على مواقع التواصل المصرية، حيث تصدر اسم الأمير محمد بن سلمان تويتر وعبر أكثر من هاشتاج واكب المصريون الزيارة التي استمرت 3 أيام. وعلى جوجل تصدر اسم ولي العهد السعودي الكلمات التي بحث عنها المصريون لليوم الثاني على التوالي، فضلا عن مشروع نيوم الذي يجمع مصر والسعودية والأردن. نحو 25 إعلاميا مصريا حضروا لقاء مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في منزل السفير السعودي في مصر أحمد قطان. بعض الإعلاميين نقلوا في برامجهم بعض ما دار في ذلك اللقاء، مركزين على شخصية الأمير محمد بن سلمان وتفاعله مع أسئلتهم. نتابع. احنا كنا 25 واحد كلنا طالعين بهذا الانطباع مبهر، وكان بيرد عن كل سؤال باستفاضة شديدة بقدر عالي من التفاصيل والأمثلة، وكان بيرحب بكل الأسئلة. مش بس مذاكر 20-30 خطته لوطنه، ولكن كمان كان عنده دراية كافية بالأوضاع الاقتصادية في مصر بشكل رائع للغاية. انت قاعد قدام زي ما قال الدكتور أسامة الغزالي حرب التعبير، قالك احنا قاعدين قدام كمبيوتر، لان انا سألته سؤال هقول لحضراتكم عليه، فلما اجاب لقينا الارقام نازلة ورا بعضها بطريقة غير طبيعية. 3 حجج هو استخدمهم لمواجهة كل المقاومة في وهي دي حجج دينية، درجة ان احنا قلنا له انت بعيد الشيخ محمد بن سلمان يعني.